أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Submarine exercises. أجب عن الأسئلة الآتية. Answer the following questions. اور پہو کریں سوالوں کے جوابات دیں. تو پہلی اسٹوڈنٹ ہے اقصیٰ. عائشہ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. آپ نے اپنے حساب سے جواب دینا ہے. مسموک. ما اسمك؟ اسمي عائشة. من أين أنت؟ أنا من باكستان. ما لغتك؟ لغتي أردو. أردية. لغتي الأردية. أين أبوك؟ أنا أبوك. أبيكي تاجر. أين أبوك؟ آپ کے والد کہاں ہیں؟ أبيكي في غرفة النوم. أبي في غرفة النوم. أبي في غرفة النوم. أين أمك؟ هي أيضا في غرفة النوم. اوكي، هي أيضا في غرفة النوم. لك أخ؟ इसका क्या मीनिंग है? क्या आपका कोई भाई है? नाम لك أخت؟ नाम عندك سيارة؟ لا عندك دراجة؟ دراجة means موتور سايكل؟ نعم عندك قلم؟ نعم आगे क्या बोलेंगे? जस्ट नाम बोलेंगे. نعم، ठीक है. عندك دفتر؟ दफ्तर क्या होता है? نوٹ بک، نعم ريجستر. अगर بک. पूरा सेंस बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे? نعم، عندي دفتر. نعم عندي دفتر. أبوك تاجر؟ نعم من أين محمد؟ अगर इसका आंसर बोलेंगे अभी نعم تاجر. نعم أبي تاجر. نعم أبي تاجر. من أين محمد؟ محمد कहाँ है؟ محمد कहाँ से है؟ محمد कहाँ से है؟ इसका मैं क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता. किसी भी मुल्क का नाम ले लें. के लिए हुआ यूज होगा ना. Yes. हुआ मीन सऊदीया अरेबिया. هو من السعودية. ما لغته؟ لغته العربية. أين أبوه؟ أبوها في الغرفة أبوه في الغرفة. أبوه أين أمه؟ أمها पढ़ेंगे इसको. أمه مرد کے لیے هو ہوتا ہے، عورت کے لیے ها ہوتا ہے.
अभी आपने कौन सा क्वेश्चन किया? 15। 16 أين أمه؟ أمها सही बोला मैंने। غلط بولا، مات کے لیے هو ہوتا ہے، أمه اس کی امی. أمه في في السيارة. أمه في السيارة. من أين حمزة؟ هي من باكستان. هو من باكستان. ما لغته؟ لغته الأردي أو لغته أردو أردوية. أردوية. أين أبوه؟ أين أبوه؟ أبوه مهندس. उसके अबू कहाँ हैं؟ उसके अबू कहाँ है? अबू फिल मतबख। أين زينب؟ सॉरी दोबारा जवाब दें इसका. أبوه في المطبخ. أبوه في المطبخ. أوكي، أين زينب؟ هي इसका मैं क्या बताऊं? هي من حمام. هي من حمام. هي في الحمام. هي في الحمام. أين زوجها؟ أين زوجها؟ और इसका क्या मीनिंग है? उसका शोहर कहाँ है؟ उसका शोहर कहाँ है? हिया फिल सर मुझे नहीं आता होगी प्लीज का नाम। हुआ फिर गुरफा वो कमरे में है. ओके या फिर और हुआ उसका शोहर. हुआ हुआ फिर गुरफा। आ जाओ जुहा मुदालिस. उसकी शोर का मदरसा का है क्या? क्या उसका शोर टीचर है? उसका टीचर है? ला दा फिल फरागी फी मा यली दमीर हो वह आउहा. वो कह रहा खाली जगह जो नीचे हैं उनमें जमीर लगाए, या तो हो वाला जमीर लगाए, हो का मतलब होता है उसका मर्द के लिए होता है, या हाँ वाला जमीर लगाए जो औरत के लिए होता है. खान. जी। हाजल बिन्तु तालिबत इस्मुहा ज़ैनब ज़ैनब मोहम्मद तबीब व इब्नु मुहंदिस। हाज वबनु हो. वब्नु मुहंदिस। हाजल रजुलु ताजिन खबीर इस्मुहु अब्दुल्ला। آمنة في الغرفة وأمها في المطبخ.
عائشة طبيبة وأخته أختها 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 ممرضة. خرج محمد من الفصل وخرج معها زميلها معه زميله. معه زميله هاتي 5 أسئلة وأجوبة كالمثال الآتي. وكده 5 سؤالات وجوابات لائے جیسا کہ نیچے والی مثال میں ہے. آئندہ کا قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ نعم اندیم قلم، جی ہاں میرے پاس ایک قلم ہے. ریحانہ، جی سر. اس طرح کے مزید 5 سوال ہیں، ان کا جواب بھی دیں. عندك كرسي؟ نعم عندي كرسي. عندك عندك فرن؟ نعم عندي فرن. عندك عندك ثلاجة؟ نعم عندي ثلاجة. عندك تلفاز؟ نعم عندي تلفاز. هو غير هاتي 5 أسئلة واجبات كالمثال الآتي. 5 سؤالات دو جوابات لائیں جیسے کہ نیچے مثال میں ہے. آئندہ کا قلم، کیا آپ کے پاس قلم ہے؟ لا ما عندي قلم، نہیں میرے پاس قلم نہیں ہے. عائشہ نہید، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته. اس طرح کے 5 سوالات بنائے. نعم عندي كراسة. پہلے سوال بنائے نا. لا عندك عندك كراسة؟ لا ما عندي كراسة. لا ما عندي كراسة. لا ما عندي لا ما عندي كراسة. عندك حقيبة؟ لا ما عندي حقيبة. عندك كرسي؟ لا ما عندي كرسي. كرسي سيد Yes. عندك سرير؟ لا ما عندي سرير. عندك فرس؟ لا ما عندي فرس. تم عندك ما يلي وغیرہ غور کریں جو نیچے ہے. بیت کا مطلب ہوتا ہے ایک گھر، بیتی میرا گھر، بیتو کا یو آپ کا گھر، میرا گھر، بیتو ہو اس کا گھر، بیتو اس ہا کا گھر، اس مرد عورت کا گھر، اسی کا بیتو گھر، ہو مرد کا گھر بیت اور بیتو ہا اس عورت کا گھر. ادی فی الاسماء الاتیہ، وہ کہہ رہے نیچے والے اسماء کو مضاف بنائے. متکلم فرسٹ پرسن کی طرف، مخاطب دوسرے پرسن کی طرف، والغائب تھرڈ پرسن میل کی طرف، والغائبہ تھرڈ پرسن فیمیل کی طرف. کما ہوا مودعون فی المثال، جیسے کہ مثال میں واضح کیا گیا ہے. قلم ایک پین کو کہتے ہیں. ہاذا قلمی، یہ میرا پین ہے. ہاذا قلمک، یہ آپ کا پین ہے. ہاذا قلمہ، یہ اس کا پین ہے. ہاذا قلمہا، یہ اس عورت کا پین ہے. عائشہ خان، هذا كتابي، هذا كتابك، هذا كتابه، هذا كتابها.
انسي بولا. Yes. هذا سريري، هذا سريرك، هذا سريرها، سريره، هذا سريرها، هذا اسمي، هذا اسمك، اسمك، هذا اسمه، هذا اسمها، هذا منديلي، 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 سري كيا وردة؟ هذا منديلي. هذا منديلي، منديلي، هذا منديلك، منديلك، هذا مندله، هذا مندلها، هذا عيني، هذا ابني. ابني، هذا ابني، هذا ابنك، هذا ابنه، هذا ابنها. Next. هذا سياري، هذه سيارتي، سيارتي. هذه سيارتي. इसके भी बताने आगे। हाँ जी. हाजी सयारतुक, हाजी सयारतुहु, हाजी सयारतुहा, हाजा मिफ्ताह, मिफ्ताही, हाजा मिफ्ताहुक, हाजा मिफ्ताहु, هذا مفتاحها، هذا يدي، يدي، هذه هذا يدي. يدي، هذه يدي، هذه يدك، هذه يدو، يدها، يده، هذه يدها. سر جي هذه هي كيوں آیا اس کے ساتھ؟ کیونکہ جسم کے جو اعضاء ہمارے پاس ایک سے زیادہ ہیں، جیسے ہاتھ دو ہیں، آنکھیں دو ہیں، کان دو ہیں، یہ مؤنث کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اور جو اعضاء ہمارے پاس صرف ایک ہے، جیسے سر ایک ہے، دماغ ایک ہے، دل ایک ہے، ٹھیک ہے، ان جسم ایک ہے، ان کو مذکر کنسیڈر کیا جاتا ہے. यद का मीनिंग क्या है? ہینڈ، ہاتھ. एंड ओके اقرا کا सही مطلب सही ہوتا ہے پڑھو. لی میرا، لکا آپ کا، لہو اس کا، لہا اس عورت کا. خان ان جملوں کو پڑھیں اور ترجمہ بھی کرنا. لي اختن واحدة، ये उसकी बहन है, ये मेरी बहन है, میری ایک بہن ہے. मेरी एक बहन है। لا لك أخ، لا مالي أخ، क्या ये आपका भाई है؟ کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ क्या आपका कोई भाई है؟ नहीं، ये मेरा भाई है। لا مالی اخ، نہیں میرا کوئی بھائی نہیں ہے. نہیں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اختی لها طفل صغير، میری بہن، سوری اس کا مطلب مجھے نہیں ہے۔ میری بہن لہا اس کا، طفل صغیر ایک چھوٹا بچہ ہے. میری بہن اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے. جی، زمینی لہو اخو و اخت، یہ اس کی دوست ہے اور وہ اس کا بھائی ہے۔ میرا ساتھی، اس کا ایک بھائی بھی ہے اور ایک بہن ہے، میرا جو کلاس فیلو ہے. نقولو ہم کہتے ہیں، عندي کتاب، میرے پاس کتاب ہے. وہ نقولو اور ہم کہتے ہیں، لی اخ میرا بھائی ہے. لا نقول ہم نہیں کہتے، عندي اخ میرا بھائی ہے. ان کے انسانوں کے لیے، رشتوں کے لیے ہم عندي نہیں لگاتے، عندي چیزوں کے لیے لگاتے ہیں، اور انسانوں کے لیے ہم لی لگاتے ہیں. یہ فرق ہے.
मेरे माँ के बारे में आपने पढ़ा था कि माँ हमेशा मुदाफ के तौर पर इस्तेमाल होता है, तो उसके मतलब ऐसे जो अगला लफ्ज होगा वो मुदाफ इलैह ही होने की वजह से मजरूर हो जाएगा। ओके रेहाना। जी सर, बस पढ़ना है सर इसे। जी, तर्जुमा भी कर लें तो बेहतर है। फराजा हामिदा मा खालिदुन, हामिदुन। हामिद हामिदुन, फराजा हामिदुन मा खालिदुन। मा ये हुरफ जर है सर, मा बतौर हुरफ जर है, वहाँ मा मुजाफ इस्तेमाल होता है, ये आसान याद रख रहे हैं। मुदाफ। अच्छा, मुदाफ तो ये मुदाफिले होंगे। खालिद हामिद निकला खालिद के साथ, जहबत तबीब तबीबु माल मुहंदिस, डॉक्टर निकला इंजीनियर के साथ, जलसल मुदर्रिसु माल मुदीर, टीचर निकला हेडमास्टर के साथ, प्रिंसिपल के साथ। मामा माँ का या अली जलसा तो मैया टीचर, जमीली, मन है ना, मन माँ का या नहीं अली, आपके साथ जलसा, कौन है या अली जी। जलसा, ओ सॉरी, जलसल मुदर्रिस, पढ़ा ना मैंने ये अभी, पढ़ा ना, जलसल मुदर्रिस माल मुबीर, टीचर निकला प्रिंसिपल के साथ। माँ का या अली, आपके साथ कौन है या अली, मैया जमीली, मेरे साथ मेरा कलीग है। आमिनतु माहा जौजा जौजुहा, आमिना उसके साथ, आमिना है उसके साथ, उसके शौहर के साथ है। ठीक आमिना उसके है सर, साथ उसका शोहर है। आमिना उसके साथ उसका शौहर है। खरजा अभी मिनल बैत, मेरे अब्बू निकले घर से, मन खरजा माँ हूँ, उनके साथ कौन है, कौन उनके साथ निकला? कौन निकला, खरजा माँ हूँ अमी, उनके साथ मेरी उनके साथ मेरे चाचा निकले सर। यस मेरे चाचा निकले। आगे अल्फाज इनका भी बस मतलब भी है और कुछ नहीं है। हाँ एक लफ्ज इसमें कोशिश है कि जो लफ्ज है अब है और आख, जब ये मुदाफ बनते हैं तो हम एक फालतू वाव का इजाफा कर देते हैं। ये देखा आपने, अब मुदाफ बना तो वाव लगा दिया, आख के साथ भी हम वाव लगा रहे हैं, लेकिन जब इनके साथ हम या वाला जमीन लगाते हैं तो फिर वाव का